سفر بيني سكر يسلم. قديش الساعة؟ الساعة هلا تنتين. لساته بالعناية. بيطلع بس يصير وقته. أبي كان مثل الجبل. ولا بتذكر إنه مرت شي يوم؟ بتعرف وقت طالعوني من المحكمة؟ يمكن بعدها بيوم كنت لحالي بالقهوة، قلت لحالي صحيح رجاء آغا أنقذني، بس كيف بدي أطلع بوشه؟ إجا ووقف قدامي مع أنه مجروح مني وقال لي الشهم مو اللي بيوقع بس بينضرب، الشهم اللي بيرجع بيوقف وبيكمل طريقه بالحياة. أبوك رح يكمل طريقه بالحياة مراد، لا تخاف. شو عرفتي لي كيف صار بابا؟ طالع أبوكي على الغرفة. طيب كيف صار وضعه؟ ما بعرف زليخة خانو، الدكاترة عم بيقولوا منيح. عبيت بطونك؟ لو سمحتوا لا تطولوا لأنه ما لازم يتعب. طبعا. بابا بابا يمكن استرد وعيه. بابا بابا كيفك؟ تعبان تعبان. ماشي. رجاء أغا استرد وعيه سيدي. رجاء أغا وعظمته كان مثل الجبل، طلع من كل هالبلاوي، تقوس برصاص وبحياته ما انهار، وهلأ بسبب بنته كان رح يموت. أنا حكيت مع الدكتور، اليوم يا بكرة بيخرجوه، وزليخة كمان. نيح اللي ما قامت لقيامة لأنه بنفس المشفى.
والولد اللي طلع ابن حرام؟ هاي الشغلة اللي جننت جنان العالم. هلا رح يعملوا أي شيء لحتى يقتلوا زليخة. عزانا الوحيد إنه الصلح ما انتزع. الناس اللي بزمانهم حلفوا يمين يقتلوا بعضهم، هلا قاعدين جنب بعض وعم بتواسوا، هي مو قليلة. ما شاء الله، اليوم مبين عليك كتير منيح بابا. تسلم يا بنتي. ليكو الدكتور هلا اجا. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين. بعتني عبيتي دكتور. كل هالقد مليت عنا رجاء اغا؟ استغفر الله، بس انا ما برتاح الا ببيتي، وما بصير الا مكتوب. ما رح يصير شي رجاء اغا، بيكفي تعمل مثل ما بقول لك، دير بالك على حالك. لا تعصب، لا تزعل، مو هيك بدك تقول؟ ايه هيك. طبعا دكتور، طبعا، تأمر امر. معافى ان شاء الله. شكرا. بشويش بابا. جدو جدو حبيب قلبي جدو. روحي يا روح جدو. أنا كتير اشتقت لك جدو. وأنا كمان حبيبي، وأنا كمان. يلا تعال. بابا طلع شوي شوي ماشي. شو رأيك أحملك بابا؟ كل هوا. فيك تستند علي جدو. أنت بطل. أطلع أنا وحفيدي. يلا تعال شوف. قال طالعوا لرجاء اغا. بدك تروح تهنيه بالسلامة؟ كيف بدي اروح عمو؟ ليك عمي، في عنا اثنين رجاء اغا. واحد منهم رجاء اللي كان غريمنا بزمانه واللي حكم باعدامنا، والثاني رجاء بعد ما صار الصلح. ليك انا ما كنت مع الصلح، ها، وضليتني ضده للاخر، بس هو كمان ضل عند كلمته واجا وقت انقذ لي حياتي. ايه انا معك بكل هالحكي، هي بنعرفها، بس اللي خايف منه انه رجاء اغا لما بيشوفني بده يوطي راسه ورح تتقلب مواجعه. تفضلوا القهوة. يسلموا ايديكي. صحة وهنا. ليلى، تركت لك بنطلوني وقميصي على طاولة الكوي. لسه مبارح كويتهم. كويهم مرة تانية ارجع لكو. اي على عيني محمود اغا. خير اغا، شو هالشياكة؟ الروحة على المدرسة بتياب مكوية مو علامة خير. لا تكون حابب ولا؟ لا مو هيك. فيقني الصبح بكير ليلى. تعرفي بدي فيق اتحمم. ماشي روح. اصبحوا على خير. وانت من اهله. وانت من اهله. ليك الملعون ليك. هذا الربيع مأثر عليه. جبت لك الدواء بابا. تسلمي بنتي. الجماعة اللي ناطرهم وصلوا. فوتهم. ليش مين ناطر؟ تفضلوا. مو شغلتك. روح ارتاحي شوي، تعبناكي معنا. ولو بابا، شو هالحكي؟ أهلا وسهلا. أهلين فيكي. كل أموركم جاهزة؟ جاهزة يا أغا. الليلة ما خلص الشغلة على خير إن شاء الله. المراقبة كتير مشددة بالمشفى، انتبهوا. حاسبين حسابنا يا أغا، أنت لا تقلق. قالوا لكم لوين بتكون تاخدوها بعد ما تطلعوها؟
اي قالوا لنا اغا. كيفه بابا؟ منيح. جان وينه؟ نيمته بكير، بكره مسافر. ايه مزبوط بكره. ايه فايت اعمل دوش. ماشي حبيبي. ملازم أول علي. أنا ألاف سيادتك. خايف تتألاف؟ شو في؟ ليلي رح يجوا جماعة على المستشفى، زلمي ومعه مرة. مشان شو؟ مشان زليخة، رح يحاولوا يهربوها. هاد كل شي بعرفه، لازم سكر بخاطرك. بعتوا لي الرقيب أول بسرعة. كل شي جاهز؟ جاهز، فوتوا. تعوا معي لتغيروا ثيابكم. رح نغير الشرشف حضرة الشرطة. طيب فوتوا. شكرا. رح نغير الشراشف يا خانم. وصلتنا أخبارية، بنت رجاء آغا بانو طابق فوق بالطابق الرابع. يلا يا رقيب أول. أمرك سيدي. فقعد الغرفة. أمرك سيدي. المريضة جوا شي؟ جوا. افتح لشوف. تفضل شوفها بنفسك. مساء الخير. مساء النور. سيدي ما في حدا هون. لا عم تمزح. سكروا المداخل كلها. أمرك سيدي. يلا يلا بسرعة. راقبوا الأسانسير. وقف محلك، ارفع ايديك، ارفع 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 ايديك. أندر. أمرك سيدي. فتش العرباية. أمرك سيدي. هي هي سيدي. ساعدوه. كلبشوهن وخذوهن على القيادة. خذوهن.
مرتاح هيك بابا؟ مرتاح يسلمه. ألو نعم. مساء الخير مراد. مساء النور ماما زينو. كيف صار أبوك ابني؟ الحمد لله أحسن. إذا ممكن فيني أحكي معه؟ ماما زينو بابا هلأ نايم. طيب برجع بحكي بعدين، سلم لي عليه. الله يسلمك. الله معك. ليش ما رضيت تحكي معه؟ شو بدي أحكي؟ شو بدي أحكي مع الست زينو؟ ليش أنا ضل لي بهالدنيا شي كلمة أحكيها؟ ليش كنتوا خاطفين لزليخة؟ قولوا لشوف مين اللي كلفكن؟ ما حدا كلفنا بهالشي. طيب إذا ما حدا كلفكن شو إلكن شغل مع زليخة؟ شو نزلتوا بيسلم من السما؟ لا تكونوا ملائكة. لا نحن قرايبينه لرمو. لا زليخة قتلت رمو، مشان هيك نحن كنا خاطفينها. وشو كنتوا رح تساووا فيها؟ يعني كنا بدنا نعاقبها. بدكن يعني صدق هالحكي ما؟ جان بكرة رايح بابا، الأحسن إنه ما يشوفك هيك وهو رايح. أنا ما قصدي على المرض، أنا قصدي على اليأس اللي عايشه. شد حيلك، أصلاً مشان هيك أنت بالتخت. أنا انتهيت ابني، انتهيت. جواتي فضي، ما بقى مني أي شيء أبداً، ما في غير العار اللي لابسني لبس. بكفي هيك بابا، هذا مو أنت. أنا بدي أبي القديم رجاء آغا اللي بيهز الأرض هز، يلي خانقته واللي رحت وتركته، بس مع كل هالشي كنت بعرف إنه موجود. بدي رجاء آغا اللي بيستمد منه القوة. أنت بأنو حق بتخيب أمل ابنك فيك بابا؟ كل شيء له وقته ابني، الحياة والموت إلهم وقتهم. الآباء بيموتوا، الآباء خلقوا مشان يموتوا، لأنه مشان يعيشوا الأولاد لازم يموتوا الآباء. هذا هو نظام الكون. أنت عم تقتل حالك بابا، أنت عم توقف ضد هالنظام. تفضل سيدنا. وينه رجع آغا؟ لا آغا نايم فوق وعنده مراد آغا. خبره إني جيت. ماشي. عفوا آغا. احكي. اجى الضابط علي وبده يشوفك. صاير شي؟ شو بعرفني انا؟ قل له يطلع. تأمر آغا. تفضل سيادتك. اهلا وسهلا سيادة الضابط. اهلين فيك. تفضل. قل له يساوي لنا شاي بسرعة. الحمد لله على السلامة يا آغا. أهلين، شو بتشرب؟ ما في داعي، ما رح أقعد كتير. كيفك هلأ؟ يعني الحمد لله صرت أحسن. دكاترة قالوا بتتحسن طبعاً إذا تركت العناد وإذا ضليت مرتاح وإذا ما حاولت تعمل شي بزعلك وبزعل غيرك. في شي ما بعرفه. الزلمة والمرأة اللي بعدتن على المشفى انقبض عليهم رجاء آغا. زلمة شو؟ مين هدول؟ أنا مالي علاقة. وهنن هيك عم يقولوا. عادة بهيك حالات كلهم بيكونوا محضرين حكاية ليخبوا عنا القصة الحقيقية، ونحن بنسمعهم وإيدينا مربطة يعني مشان نصدق. نحن ما بنصدق بس ما بيطلع بإيدنا شيء. دكاترة اللي حكيتهم ما قالوا لك للتعبوا لأنه جايته أزمة قلبية؟ بنتك كأنه ما عندي بنت. هي ما لها اسم، هي اسمها هي، هي وبس. خليك بعيد رجاء آغا، خليك بعيد لحتى ما تضطرنا نزعلك مرة تانية. سلامتك. بس
عم يعملوا الشاي. نشربها غير مرة. احكي مع أبوك مراد. أنا فهمانه بس ما بقول الحق معه. أنا شغلتي مو مع الأعراف، مع القانون. كلياتنا منعرف أبي، بس في شي بيسموه حدود للتحمل، وصدقني أي واحد إذا تضايق كتير ممكن نتجاوز هذا الحد. تعرف إمتى أنا فهمت لهالشغلة؟ لما أبي كان عم ينازع، ولما كنت ناطره على باب العناية، وزليخة بنفس المشفى نايمة وبحضنا في ولد ما منعرف مين أبوه ومن مين جابته. ولا تجن إذا فيك. لا تجن مراد، لا تجن، لأنه إذا أنت بتجن يلا بخاطرك. امشوا. محمود اليوم طايش حشره. ايه عم بيصير شاب هلا وقته. انا تاخرت طالع هلا. بس لسه ما فطرت. باكل بالمدرسه. تعال ابوسك ابني. شو كل هالريحة الحلوة محمود؟ ماما رشيت رشة خفيفة بس. رشة خفيفة؟ والله أنا شايفتك مثل قنينة عطر وتاركين غطاها مفتوح محمود. ووقف شعراته بالجيل كمان. حلو عن الصبي بقى. ايه نزعت لي شعراتي. وبحللك ياهم كمان. شو طالع بالزيعة على شعراتك ولك ملعون؟ أنا رايح، يلا باي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله يهديك. لك صحي وينك؟ البنت حلوة شي؟ طبخ ليلى راح يزيد لي وزني 10 كيلو. رح نشتري نولات جديدة للمصنع. عم قلك إلك حقي. إلي أنا؟ رح يجوا جماعة لعنا بعد الظهر، ورح يجيبوا عرض للأسعار وكتالوج. انت قابلهم، شوف الأحسن واشتريه منهم، وأفضل من الاستيراد مباشرة. عمي الساعة 3 عنا اجتماع مع مندوبين البنوك جايين من اسطنبول. المدير الإداري طلع التقاعد، لازمنا واحد محله. جي مقابل كم واحد بس. يعني شوفن انت كمان ونقي واحد مناسب. اختي جيمو، انا هالشغله جربتها قبل بمره، وطبعا بهدلت حالي فيها. جهزت لك غرفتك عمو. اصلا لساتها مثل ما هي وناطرتك. انت واثقه اختي؟ واثقه حقي. معقول الواحد ما يوثق باخوه او بعمه؟ وبالذات اذا كان العم هذا بالنسبه لي مثل ابي. يعني والله ما لي عين احكي كلمه. عمي يا روح عمك يا حبيب عمك. يلا تعال نقول لجده بخاطرك. ماشي. لا بابا ليش قمت؟ يا سلام جده صار منيح. ما عم يسمع الكلمة أبدا. جدو حبيبي. حبيبي يا بطل. باين عليك صرت منيح. ايه طبعا منيح. معقول ودع حفيدي بالتخت؟ أنا التخت ما بيلبق لي. تعال. خاطرك جدو. مع السلامة.
سلمي على أمك. إلا أنه جده بشكرك. راح إلا يلا الله معك. باي حبيبي. رجع لعنا بالعطلة ماشي؟ وسلم على ماما كتير. ماشي. خاطرك خالتي علي. مع السلامة يا روحي. يلا لشوف. بابا انت منيح؟ ايه رح يرتاح شوي هون. تعبت حالك؟ طريت يا بنتي. حبيت تذكرني جانو وانا واقف وقوي مثل الاول. فيك ترجع مثل الاول، ما بدك غير شوية ارادة. ليش ضل في شي بحياتي بيشبه ايام زمان؟ ليش نحنا شو بيهمنا غير تكون صحتنا منيحة بابا؟ الشرف، العرض. إذا سلمة خسر هدول كأنه خسر كل شي عنده، حتى الصحة ما بقى تنفعه. عم بتخوفني هيك بابا؟ إيه مو قليل اللي شفناه من زليخة، الكل تضرر بسببها. بس اللي مخوفني هو الغضب اللي جواتك، خايفة هالغضب ياخدك مني. خايف ياخدك مني بابا، انت الجبار اللي قلت له بابا واللي حطيت راسي على كتفه. انت مفكرة ابوكي هذا اللي واقف قدامك عايش؟ الحياة بس انه واحد ياخد نفس، بس انه يسند طوله. انا دعيت لربي انه ما ياخد روحي قبل ما اخد روحه، واستجاب لدعائي ونجاني من الموت. معناتها اعطاني الحق. هي رح تموت. لا يا بابا، ما في نقاش، رح تموت. يا خانو، تليفون إلك يا خانو. الو أليف. مرحبا بنتي. أهلين ماما زينو، كيفك؟ منيحة تسلمي. شو أخبار رجاء آغا؟ بابا عم يرتاح. من شي ساعة عطيته الدواء ونام. اسمعيني منيح، هذا العنيد اللي جنبك أصلاً ما عم بيرد علي، ما هيك؟ تماماً هيك. مفهوم بنتي. أنا بعرف شو بدي ساوي. يلا الله معك بنتي، نتواجه يا رجاء. رح تضلوا كم يوم بالمستوصف، بعدين مننقلكن على السجن. ابنك مبين صحته منيحة، رح يضل معك عطول يعني هون؟ اي نعم، رح يضل معي طالما انا عايشة. ماشي بالاذن. تفضل عمي فوت.
مسبحة احتياط؟ ما مدينا ايدنا عشي. والله الرجعة على البيت حلوة لك جمو. وشوفتك من البيت كمان حلوة. منيح. معناتها حضرنا اجتماع اليوم المساء. الاجتماع شو؟ اجتماع احتفالي جمو. رح نحتفل برجعتي على الشغل بالخمارة. هاي بسيطة. طيب شغلي اليوم كله مشي انت. انا رايح. لوين؟ في واحد مسافر رايح وضعه. مين هاد؟ شفت سفرتي هاي اللي كلها غلط بغلط؟ السفرة اللي تشنطت فيها هون وهون؟ هاي السفرة كان معي فيها شخص تاني ورايح لوضعه. خود سبح. تفضلي. ست زينو. لا تتحرك، خليك مرتاح. أهلا وسهلا. مدامك قلت أهلا وسهلا، لكن ليش ما عم بترد على تليفوناتي؟ أعطيني سبب وجيه لصدقك رجع آغا. مرحبا. أهلين. تأخرت عليك شيء؟ لا، قبل شوي وصلت. شو نصيبها ضد اليوم؟ شو ضدك ورفاق علي سيبا؟ بوضع شوك جزائر. Gerçekten öyle. Sana balıklı gölün hikayesini anlatayım mı? Anlat. Kral Nemut uykusunda bir rüya görmüş. Rüyasında yeni doğan bir erkek çocuk büyüyüp halkın kahramanı oluyormuş. Önce Nemut'un putlarını, sonra da onu tahtından indiriyormuş. Nemut büyük bir korkuyla uyanmış. Komutanlarına haber salıp tüm hamile kadınları ve yeni doğan erkek çocuklarını katletmeleri için emir vermiş. Nemrut'un putlarının bekçisi olan İbrahim peygamberin babası, İbrahim peygambere hamile olan karısını şu caminin bulunduğu yerde bir mağara var, oraya saklamış. İbrahim peygamber o mağarada doğmuş. Allah'ın emriyle bir ceylan o mağaraya gelmiş. Bir memesinden süt, diğerinden bal akıyormuş. İbrahim peygamberi beslemiş. Kısa sürede büyüyüp gelişen İbrahim peygamber, Nimrut'un rüyasını gerçekleştirmeye çalışmış. Ancak Nimrut, İbrahim peygamberi yakalatmış. Şu galenin dibine büyük bir ateş yaktırıp, Hazreti İbrahim'i mancılıkla galenin sütunlarına bağlayıp, aşağı alevlerin içine atmış. O sırada alevler su, odunlar balığa dönüşmüş. İşte balıklı göl böyle oluşmuş. بتحبي خواتم الفضة؟ أول مرة رح ألبسه. ماما اشتريت لحالة واحد من أنطاليا قبل ما ننتقل بشوي على أورفا. كان كتير حلو. رح يطلع أحلى عليكي. وشو بيعرفك؟ لأنك حلوة كتير. محل صهرك وينه؟ لقدام شوي. أي يلا. كنت مفكر حالي باعتلكن عروسة نضيفة ست زينو. طلعت باعت لكم اياها مع ابن حرام ببطنه. قولي، في اكثر من هيك خجله؟ ايه في طبعا. الخجله الاكبر من هي رجاء اغا انك ما تفرق بين العقل والجهل، والمتهم من البريء، وما تفرق بين الانسان الشريف والردي، وانك تتهم كل الناس اللي بيطلعوا قدامك بدون ما تفرق بيناتهم. انتوا اولاد كريم اوغلو، ونحن اولاد البوياطلي. من سنين ونحن عايشين هالخجل. كنا نطلع على الاسم بس ونتهم هالناس. قوصنا وتقوصنا، بعدين حطينا حدود بالاخير وسكرنا هالدفتر. سمعتني رجاء اغا؟ سكرناه.
ابن أخوك جمعه بزمانه أوصلي برصاص. قولي له يا ست زينه كل رصاص اللي أوصني إياه كان حلال عليه مثل حليب أمه، وإذا بده يقوص أكتر ليكني قاعد هون رقبتي سدادة. طلع فيني؟ لا تحكي مثل المجانين رجاء آغا. أنا شو كنت عم قلك؟ ما في داعي لهالخجل. من هون ورايح عار على البياطلي إذا حدا بيحكي عليك أو بيغبر على شرفك، لأنه شرفك من شرفنا رجاء آغا، وهالحكي بدك تفهمه منيح. ست زينو رجاء لا تحكي على الفاضي ولا تتعبني، بس في شغلة وحدة لازم تخجل منها، إنك لهلأ ما ضيفتنا قهوة يا رجاء آغا. ايه اهلا وسهلا محمود. اهلا فيك زهري. ها انت كمان هون. اهلا وسهلا محمود، شرفتونا. بعرفكم رفيقتي بالصف سهام اختي ايلا. اهلين روحي. مرحبا زهري سيد. اهلين. اهلين فيك. ايه محمود السبع شو الاخبار؟ الحمد لله. سهام بدها تنقي خاتم فضه. وليش ما بتاخذوا ذهب بقى صهري؟ ايه معناها لسه بكير عليه. سهام حبيبتي تعي لقلك الرجال ما بيفهموا بهيك شغله. والله يا محمود انت بطال. شو هالبنت الحلوه وين لقيتها؟ لك صهري شو جنيت هلا بتسمعك؟ ايه تسمع شو فيها هي؟ اه فيكي تنقي من هدول. شوفي هاد. ايه جربي لها شوفه على ايدك كتير حلو. محمود شو رأيك بهالخاتم حلو؟ ورجيني. ايه كتير حلو. امتى طيارتك؟ بعد ساعة ونص. كيف صرتي هلأ؟ في وجع خفيف عم مشي حالي. تعرف هي أول مرة بيجي على أورفا، كنت أقول لحالي يا ترى كيف هالمنطقة؟ شوفي النصيب صوبتي فيها. ايه أكتر من مرة. لا لا مو هاد المقصود، أول إصابة كانت قبل هي. إمتى؟ بأنطاليا لما كنا مع بعض، لما فتحت لي قلبك انبسطنا بأنطاليا. أول إصابة مالي حكي عليها، بس تاني وحدة كان الجرح بسببي أنا. الجروح بتطيب بس بتترك أثر. تترك كل شي منعمله بهالدنيا بيترك أثر. شو رح تعملي بس تروحي؟ رح جاوب الجواب المعتاد. جاوبي. رح أسس حياة جديدة. مو هيك بيقولوا؟ إن شاء الله بتأسسي. إذا بيطلع بإيدي شي لساعدك. تسلم. بحل أموري لحالي. بس يتحدد يوم الجلسة بتصل. بركي بتجي وبتبقي كم يوم زيادة بضيافتي. بس بتوعدني هالمرة ما أتصاوب؟ لا. اتفقنا. لنقوم بقى. وصلك على المطار؟ إذا بتريد. شو رأيك بهاد؟ هاد أحسن شيء. عن جد؟ طيب رح أخده لكان. برأيي لا تشلحي أبدا، بما أنه محمود لبسك إياه خليه على إيدك. قديش حقه؟ ما بدنا منك شيء. ما بصير هيك. بصير بصير.
بس أنا ما دخلني. بشكركم كتير. تلبسي بالهنا. ماشي لك أنا. الله معك. تشرفت بمعرفتك. خاطركم. نشوفكم. عيدوها ها؟ أكيد إن شاء الله. محمود يبالك على حالك. ماشي. شو حلوة هالبنت. مسكين محمود. حاببها كتير. طلع فيني. إذا حابب ليش هيكون مسكين؟ لأنه ما بقى يشوف حدا تاني. بعرف من حالي. ماما حبيبتي وقفي بس دقيقة، لا تحكي بسرعة، اهدي شوي، ارجعي عيدي من الأول. مروة ليش ما عم تروح على الدورة؟ قدمنا لها تقرير لتقعد تدرس لفحص البكالوريا، قلنا بتروح على الدورة وبتدرس على راحتها، بس اليوم حاكوني من الدورة، قال بنتك ما كتير عم بتروح. طيب شو عم بتخبص لكان؟ شو بيعرفني أنا؟ أكيد عم بتروح مشاوير. بعرف إنه في براسك ميت هم وهم، ومرضت عمك لحالة بتهد الحيل، بس شو بدي أعمل؟ والله ما بقى عندي حل تاني. ماشي، لا تزعجي حالك، لما بتجي خليها تحاكيني وأنا بشوف شغلي معها. بدي منك تهني رجاء آغا بالسلامة باسمي. أصحك تنسي. ماشي؟ ماشي ماما، مع السلامة. مع مين كنت عم تحكي؟ مع أمي. شو صاير؟ مروة، ماما قدمت لها تقرير لتحضر لفحص البكالوريا، والخانم ما عم تروح على الدورة، عقلها طاير بالهوا. هدي حالك، منحلها. مراد هاد اسمه عدم الإحساس بالمسؤولية. مروة هلأ معطلة؟ اها. طيب إذا ما في داعي تروح على المدرسة، خليها تجي لهون. أنا بعرف كم أستاذ هون، شاطرين كتير، وبيجوا على البيت. وهيك بتكون قدام عيونك وما في مجال تروح مشاوير. مراد والله مو حلوة، أبوك مريض كتير. أبي بيتفاهم منيح مع الأولاد، ومنه بتغير جو البيت شوي. احكي مع مروة فورا بلا ما تتلهى هنيك. غربتي